وكانت طيبة، المدينة الكبرى ذات 100 باب توصف بأنها أم مدائن الأرض جميعا. إن 100 بوق. فلنصغي الآن إلى صوت الكرنك، فقد خدعنا صمته من قبل. إن مدينة الإله ظلت على مدى 30 قرنا لا ينقطع عنها تجاوب الغناء والعزف على الرباب، حتى لكأنها تعيش على زاد من النغم. كان هنا بطبيعة الحال عمال يحترفون أعمالا متواضعة كالعناية بالحضائر والحدائق ومكابس ورق البرد، وكانت هنا أيضا أعمال جليلة كصياغة الذهب والفضة ونحت الأواني الخشبية والنقش على الحجر. ولكن كانت هناك قبل كل أولئك وهؤلاء الأجهزة المذهلة لتنظيم الكون، لأن الإله هنا هو خير الصانعين، إنه ينظم مسيرة الحياة. فعلى الشرفات كهنة من علماء الفلك يرصدون مسارات النجوم، وعندهم حساب شروق الشمس وأطوال القمر، وآخرون عاكفون على لوحاتهم يرسمون خريطة الإمبراطورية لوفق آخر حدود لها، وخريطة أخرى أشد تعقيدا وهي خريطة الحياة الثانية. ومن وراء هؤلاء جميعا أضراب لهم أمام الأفران، وقد ملكوا سر مزج الذهب بالفضة يكسون بأول المسلات. إذا شئنا أن نتمثل تلك الصورة فلنمد أبصارنا عبر النيل نحو الشاطئ الغربي، حيث تهبط الشمس كل ليلة وراء وادي الملوك. ذلكم هو شاطئ الموت وسبيل الآخرة. فإذا لمحتم بصيصا من الضوء بين القبور فهذا يحدثكم بأن خبراء التحنيط ساهرون إلى ساعة متأخرة من الليل. إن سيدهم أنوبيس الرب القاتل يبوز خلال القبور كالكلب الأسود، أما إلههم فهو أوزوريس رب البعث والنشور. إنه يسهر 70 ليلة متعاقبة للإشعار على معامل التحنيط وتدفين الموتى بآلاف الآلاف. كان هذا في فترة الانتقال من الأسرة 18 إلى الأسرة 19. قبل ذلك كان من تولوا عرش مصر هم كل من حملوا اسمي تحتمس وأمينوفيس، ثم أعقبهم كل من حملوا اسمي سيتي ورمسيس. ولكن جاءت اللحظة الهوجاء التي أطلقت عنان المروق والثورة. ها هو ذا أمينوفيس الرابع يغير اسمه وينقل حاضرة ملكه ويستبدل بإلهه إلها آخر. إنه الفرعون الذي جعل مجد الحب فوق كل مجد، وقد شاركته مليكته الجميلة نفرتيتي في حلمه بدين جديد ينهض في حاضرة جديدة. وغربت شمس آمون وحطمت المعاول كل نقش باسمه على كل أثر، وكان اسم الإله الجديد آتون. واختار الفرعون الثائر أن يكون اسمه إخناتون، ووهب نفسه للدين الجديد وللشعر وللرسالة المقبلة في حاضرته الجديدة تل العمارنة. ونزلت على الكرنك ستارة النسيان.
وتألمت عليه المعاول والحرائق فخربت آثاره ومحت معالمه وطوته في أكفانه. ذلك حين طالع مصر الفرعون الصبي. هذا الصبي هو الذي بعث الدين القديم من رقدته وسلط الأضواء من جديد على معابد الكرنك المهجورة وأخذ في إحياء السيرة الغابرة، ثم لم يطل به العمر وقد ماتت في مطلع شبابه، ولكن بقاءه على التاريخ جاوز بقاء كل فرعون. هذا الصبي الذي رحل في عمر الزهر هو توت عنخ آمون. وحفرت له على عجل مقبرة هناك في قرارة وادي الملوك. قدر لهذه المقبرة أن تنجو من سطو لصوص القبور، لم يمسوها طوال 3000 سنة. التابوت المزدوج، التماثيل الفريدة، الحلي الذهبية، الأثاث السحري، آنية الخزف والمرمر، كنز موسر اجتذب إليه الناس من كل حدب وصوب ليروا في ما يرون الأكناع المرصع باللازورد والعقيق الذي يطالعنا من عمق الظلام بابتسامة غامضة على شفتي الصبي خالد الذكر. وليرتد خيالنا لحظة إلى الوراء، إلى أحقاب طويلة من حكم الفراعنة، لنرى الملكة الجليلة حتشبسوت وقد اعتزمت أن تتقرب إلى آمون بمسلتين من الذهب الخالص. كنت جالسة في قصري متوجهة إلى خالقي بكل مشاعري، وحدثتني نفسي أن أقيم له مسلتين من ذهب خالص، وما لبث أن عادني هاجس اضطربت له حينما تصورت ما سوف يقوله الرجال فيما بعد، حين يرونهما ويتساءلون فيما كل هذا الجبل الشاهق من الذهب. ويبدو أن أحلامي كانت أبعد من طاقتي، وهكذا قنعت بأن تكون كل مسلة منهما لا من الذهب بل من قطعة واحدة من الجرانيت الصلب، وأوفدت لهذه الغاية بعثة إلى أسوان قضت في رحلتها 7 أشهر كاملة. استقرت المسلتان في موضعيهما ولم يبق إلا أن أنقش عليهما الإهداء، وسأضيف إليه هذا القول لأنني أفكر في من يأتون بعدي ويقولون إنني لم أحقق حلمي الذهبي. أسألهم أن يقولوا عني على الأقل إن شفتي لم تنطقا عن الهوى حينما قطعت العهد، وإنني لم أرجع عما اعتزمت، وإن كنت صنعتهما من الجرانيت لا من الذهب. أنتم أولاء تشهدون في عصركم هذا مسلات كثيرة انتزعت من أوطانها وأقيمت في عواصم العالم، في روما وباريس ولندن واسطنبول ونيويورك. هذه المسلات المهاجرة تقف الآن شامخة مترفعة عن كل لغو باطل، كأنها سبابات مرفوعة تأمر بالصمت كي يسمع الكون ترنيمة الفكر المصري. وفي كل عام ينتهي موسم الحصاد وتبنى القرون ويدور النبيذ بالرؤوس، ثم
ثم ينعم معبد آمون بإجازة قصيرة حين يتخطى الإله سور المعبد ويركب زورقه الفخم ويبدأ رحلة العرس في مياه ويصل إلى الأقصر فيستعيد شهر العسل مع الإلهة أمونت شأنه كل سنة. إنها أعياد أوبت الباهرة وكأنما أصداؤها لا تزال تصل إلينا من أعماق الزمن ولا تزال تقاصير برامج هذه الأعياد محفورة على الجدران التي تحف بأعمدة الأقصر فلنرهف لها الأسماع. هذه البيان واللافتات قد أقبلت مستشفى الطريق إيمانا بمجرتك. لقد بدا حملة الزوال مسيرتهم من مذبح القرام. ها هي رأس الكبش في مقدمة الزورق المقدس وتهادى بعد أن الزورق موت ثم خنس ثم فرعون فملء الكون بإشراق وأنس مرى حريش عليهم قديم وبين أيديهم ثمار القصور وحولهم تعبر أحلى لقد بلغ الطعوبة في المرفا على مون فوق زورق حسابك في وضع التيار. يبدو أن التيار شديد العنف الرجال عراة الصدور في زوارق السحر يجذفون بكل قوى. المهمة شاقة ناهم أولئي يلقون إلى رجال واقفين عند المرفأ بحب ليسيروا في سحب الزورق المقدس. ما ألطف طالع الطبول والضاربات على السلوك وهم يصاحبون بإيقاعهم حركات رجال السواد. عم نور الشمس وانفط الظلام وجنى آمون وحصار السحاب وبدت الأسطول الروسية الجناب شركة طلعتك كالنور بمداه. الحرم القدسي أكبر. يا ليت لي موهبة الشاعرة أرسم تلك الصورة الساحرة. عشرة أيام ستمضي بنا في جو هذه الفرحة الطائرة في الأقصر العامرة ويبسط النيل ندى كفه على الثرى الأقصر باشمهندس وتكثر الأنعام في ظله وتستفيد النعم الوافرة. وجاء يوم كاد أن يطوى فيه كتاب الكرنك. أقبل جبابرة الغزاة فطغى وقع أقدامهم الثقيلة على أنشودة التاريخ. آشور بني بال جاء من آشور وصعد إلى طيبة وتحدى قلعتها التي وهن العزم منها وأضناها الكبر. والإسكندر جاء من مقدونيا وتطلع إلى لقب فرعون يكلل به أمجاده. وقيصر خرج من روما ليضم البحر المتوسط في قبضة يده ولم تنفرك هذه اليد إلا لكي يبسطها على مصر. بل إن آمون نفسه طأطأ الرأس كشجرة عجوز عقمت فلم يعد لها ربيع. إن ورثة آتون كانوا أسعد حظا من إله الكرنك. إنهم آمنوا بالإله الواحد الذي لا شريك له من علت مساجده وقبابه في ظل طيبه.
إن شواهد ذلك عقيدة قد تنهار وتصبح أطلالا ولكنها لا تموت، وقد تبلد منا لغة ولكنها تعود مرة أخرى. إن آمون الذي حكم منا إلى الأبد ليس إلها بلا ملك، إنه منك وسام ربك. واليابسة والمياه يومئذ مختلطتان، وكذلك البشر والحيوان. إنه مفهوم مركب للإله، مفهوم فوق قوة الخلق. لقد بشر الناس بالخلاص كما بشر به سائر مخلوقات التماسيح والعقارب والطير وكل ما ينبض بالحياة وكل ما تخضم به الأرض. وقد رضي أن يتمثله الناس وله وك كبش ووك صقر ووك ثور وعنق إوزة، وكأنما أراد بذلك أن يبارك كرامة الحياة لكل حي، لأن الأحياء جميعا شركاء في ملك الأرض. هذه قصتنا يا من حججت للصعيد. هذه أمتنا من مطلع الكون الوليد، لم تزل تبني وتبني ثم تبني من جديد. لا يعيش ظهر من يقنع بالمجد بدليل، إنما من يصل الحاضر بالماضي المكيد. هكذا نمشي خطى المجد على النيل السعيد.